بيتك بس الله الرحمن عن كل حسان يحميها. بدت بسم الله الرحمن عن كل حسان يحميها. أم سامي قادت الغزلان الكل يتبع خطاويها. أم سامي قادت الغزلان والكل يتبع خطاويها. والكل يتبع خطاويها. وليحضر تشغل الميدان الكل يصفق له يدينا. ذي بنت عنزه كما الشيهان اللي احضرت من يجاريها. ذي بنت عنزه كما الشيهان اللي احضرت من يجاريها. اللي احضرت من يجاريها. وما تشبه الا غصين البان مع كل نسمه توديها. ويا مهرة يا سليل حصان اصيلة من يماريها. ويا مهرة يا سليل حصان اصيلة من يماريها. اصيلة من يماريها. واشكر جدله على الامتان حريرة ترهب يديها. وخصر النحل وجسم رويان سبحانه الله محليها. وخصر النحل وجسم رويان سبحانه الله محليها. سبحانه الله محليها. وهي للتحدي ترى عنوان من هي تحداتها تنهيها. وذي نسل رسل نكحلان والجري بعز واليها. وذي نسل رسل نكحلان والجري بعز واليها. والجري بعز واليها. بدت بسم الله الرحمن عن كل حساد يحميها. أم سامي قادت الغزلان الكل يتبع خطاويها. أم سامي قادت الغزلان والكل يتبع خطاويها. والكل يتبع خطاويها. وليحضر تشغل الميدان الكل يصفق له يدينا. ذي بنت عنزه كما الشيهان اللي احضرت من يجاريها. ذي بنت عنزه كما الشيهان اللي احضرت من يجاريها. اللي احضرت من يجاريها. وما تشبه الا غصين البان مع كل نسمه توديها. ويا مهرة يا سليل حصان اصيلة من يماريها. ويا مهرة يا سليل حصان اصيلة من يماريها. واصيلة من يماريها. واشكر جدله على الامتان حريرة ترهب يديها. وخصر النحل وجسم رويان سبحانه الله محليها. وخصر النحل وجسم رويان سبحانه الله محليها. سبحانه الله محليها. وهي للتحدي ترى عنوان من هي تحداتها تنهيها. وذي نسل رسل نكحلان والجري بعز واليها. وذي نسل رسل نكحلان والجري بعز واليها. والجري بعز واليها. باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021.